تمثيل جليسبي لإن أش 3 يكون على شكل هرمي رباعي الأوجه تتوسطه إن، ورؤوسه هي أش عدا الرأس العلوي. إذا كان إن زائد إم يساوي 3، فإن الجزيء له شكل هرمي رباعي الوجوه في رأسه أ ورؤوسه الأخرى الذرات إكس. نؤكد على أن إذا كان N زائد M يساوي 3، فإن الجزيء له شكل هرمي رباعي الوجوه A تكون في رأس الهرم وليس في وسطه كما كان في حالة N زائد M يساوي 4. إذا كان N زائد M يساوي 2، فإن الجزيء له شكل خطي كما سنرى ذلك في مثال لاحق. ملاحظة: تعد الرابطة التكافؤية ثنائية أو ثلاثية كأنها زوج إلكتروني وحيد. مثال: لدينا BeCl2، تمثيل لويس كما نلاحظ الآن، Be مرتبط مع